No, you don't like me. You wanna fight me. You don't want no problems at your party. Don't invite me. I don't worry about you niggas. Please stop talking about me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بايروهات. قعنا لكم بحلقة جديدة من الأنمي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن لعبة قلب نوح. مثل ما خبرتكم في المقطع السابق عن نزول نسخة تجريبية من لعبة قلب نوح. اليوم راح أعمل حساب في اللعبة وياكم. يلا نبدأ. طبعا أنا شرحت هذا الشيء في الحلقة السابقة عن مراحل إنشاء الشخصية. راح أحط الرابط المقطع أسفل الفيديو. الحين بمر عليه بشكل سريع وأضيف عليه معلومات لم أذكرها في المقطع السابق. أولا تختار جنس الشخصية اللي حاب تكونها. ننتقل إلى الخطوة التالية، اختيار طول ووزن الشخصية واختيار شكل يكون قريب من الشكل اللي حاب تصممه. بضيف معلومة في السابق لم أذكرها، يمكنك أن تنسخ شكل الشخصية من شخص إلى شخص آخر إذا يوجد معك كود تصميم شكل الشخصية. ننتقل إلى الخطوة التالية، هنا تقدر تغير ملامح شكل الشخصية من جميع النواحي. ننتقل إلى الخطوة التالية وهي اختيار سلاح الشخصية. يوجد أربعة أسلحة، هم السيف مع الدرع والسيفان والرمح والقوس مع الأسهم. السلاح وله ميزة معينة، لك القدرة على تغيير السلاح أي وقت أنت حاب. من ناحيتي سوف أختار الرمح مع القوس والسهم. اللي حاب يعرف ليش بختارهم، من خلال تجربتي لاحظت أن الرمح له أضرار من مسافة قريبة ومتوسطة، القوس مع السهم له أضرار من مسافة بعيدة. هكذا تكون الشخصية قادرة على الهجوم على العدو من جميع المسافات. يلا ننتقل إلى الخطوة التالية وهو اختيار اسم ولبس وصوت الشخصية. هكذا تم الانتهاء من تصميم الشخصية. والحين اختيار كيف تحب إنشاء مقاماتك في اللعبة. أن تكون تتحكم بالقتال بنفسك أو مساعدة من اللعبة، يمكنك اختيار خيارك المناسب، كما يمكنك تغييره. والآن نستلم السلاح اللي اخترناه. بعدها يعطيك مجال لتجربة السلاح ضد أحد الوحوش. والحين يظهر مقطع فيديو عن قصة بداية مغاماتك، بخليكم تشوفوا. Hey!
إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. في المقطع التالي سوف أشرح لكم اللعبة من الداخل. نشوفكم في حلقة ثانية. إلى اللقاء.